طبيب الأسنان. مع طبيب الأسنان كل الأسئلة والاستفسارات حول طب الأسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة فم. المجلة الصحية راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع على البوند فم 93 راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة. سينو الناس اللي برانشي معنا على الحياة فم وإلا تنجموا زيدا كيف كيف تتابعونا على ستريمينغ لايف الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فم. موعدكم يتجدد مع طبيب الأسنان كل ما يهم صحة الفم والأسنان متاعكم كل نهار خميس انطلاقا من 10 متاع الصباح. نحكي لكم على مواضيع تهم صحة الأسنان متاعكم. اليوم مش نحاولوا نحكي لكم على الأمراض المؤثرة على صحة الأسنان. هل أنه فما بعض الأمراض تنجم تأثر على صحة الأسنان متاعنا مهما تلهينا بالسنين متاعنا ومهما عملنا البروتوكول اللي كنا نحكيوا عليه ديما في الحلقات السابقة واللي كانوا الأطباء اللي يكونوا حاضرين معنا يعطيونا بعض النصائح وبعض الإرشادات باش نتلهاو بسنين. هل أنه فما بعض الأمراض اللي تنجم تأثر في صحة الأسنان متاعنا وإلا كيف كيف الجمالية متاحة؟ هذا اللي باش نعرفوه اليوم بأكثر تفاصيل مع دكتور وجدي غنام طبيب أسنان عام. صباح النور دكتور. دونك دكتور موضوع قلنا احنا ديجا في الاوف قلنا اللي هو موضوع مهم جدا. برشا ناس يطرحوا اسئله يقول لك هل انه بعض الامراض تنجم تاثر لي على صحه الاسنان نتاعي؟ احنا ديما نعطيوهم الحاجات اللي تنجم تخلي الاسنان نتاعهم في صحه جيده، اما فما حاجات ممكن الانسان يكون في غنى عنها وما ينجمش يحافظ على صحه الاسنان نتاعو. كيفاش نجموا هنايا في الاطار هذا في الموضوع هذا نفسروا للساده مستمعين الموضوع هذا؟ يعني نبداو بدايه بالامراض والا بالصحه العامه نتاع الاسنان نتاعنا كيفاش؟ نجمو نحكيو مثلا على الامراض العامه نبداو بالعام ونمشيو لحد الخاص. مثلا فما امراض كيما مثلا السكري، كيما امراض القلب، امراض الشرايين تاثر مباشره على الانسان، نجم ياكل منه وفيه معناها الميكروبيوت، فما جراثيم موجوده داخل الفم نجم تنتقل عبر معناها الدم وتعمل مشكله في صحه الانسان. دونك كي نشوفوا احنا مثلا الانسان من خلال الفم نتاعو نجم تاخذ فكره على صحته العامه، يظهر معناها الانسان اون بون سونتي معناها سنيه تظهر الفم نتاعو يظهر حتى اللون نتاع الاسنان. اللون نتاع الاسنان كيف كيف تبدا اسنان مايله للاصفرار نجم تدل على اللي عنده مرض معين، انيمي، نقص في الحديد، نجم هزنا البيست هذيك. هنا يا دكتور في الإطار هذا ينجم مثلا يجي واحد ماهوش عامل التحاليل نتاعو كما يعجب، تنجموا انتم كأطباء أسنان كيما قلت أنت تنجم تفيق تقول هذا عنده مرض سكري وإلا دونك تولي أنت هنا في الإطار هذا ترجع تقول له لازمك تمشي تقوم بال خلينا نقولوا مثلا مرض السكري تقوم بمخزون السكري نتاعك وتشوف التحاليل باش تعرف روحك هكاك ديابيتيك وإلا لا. فما برشا يفيقوا بالويعة مع طبيب السنين، يفيقش بروحه هو ديابيتيك وما يجيش لباله انه يمشي يعمل تحليل، لكن بالصدفة يمشي لطبيب السنين ويقع عنده مشكلة مثلا في تظهر هكا مشكلة خاصة في اللثة دكتور هنا يعني ولي شك يقول له انت مثلا عندك السكر في العائلة، يقول له اي ولا هل عملت تحليل؟ يقول له لا، يجي يعمل تحليل ويكتشف وقتها ومن بعد بالطبيعة يبعث طبيب السنين يبعث ويباشر عند طبيب السكري بيان سور. هنا يا دكتور بهي دكتور خلينا نحكي وتو ندرجوا في كيفاش ياثروا ممكن الامراض هذوما على اللثه وصحه الاسنان نتاعنا. كما قلت انت ارتفاع ضغط الدم ولا مرض القلب ولا كذا كيف كيف مرض السكري، واحنا ديما نعرفوا اللغه الحاجات الدارجه اللي عندنا احنا في حياتنا اليوميه يقول لك الاسنان عندها ارتباط كبير بصحه القلب نتاعنا. ممكن برشا ناس ما يعرفوش المعلومه هذه لانه المعلومه هذه صحيحه ولا نحاولوا ساعة نصحوا لهم المفاهيم. يقول لك اذا كان راهو سنيك ديجا معناها تنجم تاثر على القلب نتاعك معناها فوالا هذه معناها امراض اللثه. فما امراض اللثه لانه تسببها نوع من البكتيريا، هذه البكتيريا قادره انها تدور في الدم وتمشي للقلب، تمشي معناها الغشاء الداخلي للقلب وتعمل انفكسيون. فما يلقاو فما عالق، معناها في الدراسات اثبت انه فما عالق بين الحاجتين هذوما. فما العباد اللي عندهم نقص في المناعه زاد نقص في المناعه سواء قاعد ياخذ في تريتمون ياخذ في دويات، عامل مثلا زارع كلوه مثلا عنده فما دي مالادي اوتو ايمون، فما مالادي ياخذوا معناها دويات في الطيح حلو في المناعه، فما انسان مثلا عنده سيدا كيف كيف تلقى فمه حساس برشا سونسيبل اقل انفكسيون تعمل لهم مشكله كبيره في الفم. فوالا هنا يعني نمشي لاكثر الامراض شيء اللي نجم نقولوا تنجم تاثر على صحه الاسنان نتاعنا واللي لحظاها وبرشا اسئله زاد ديجا طرحت في الموضوع هذايا.
مرض السكري اللي أثر على صحة اللثة متاعنا وصحة الأسنان. هوني كيفاش؟ هل أنه من بداية مرض السكري نجم يأثر على صحة اللثة متاعنا، وإلا تختلف على حسب المريض على حسب المناعة متاعه كيف كيف؟ هوني هل أنه إذا كان تأثرت من المرة الأولى نقوله هوني راهو في استاد متأخر ممكن متاع مرض السكري ما فيقش به، وإلا تنجم حتى من اللون ما يصير حتى شيء لكن بعد تنجم تصير تأثيرات مرض السكري؟ هي مربوطة بالليجيان متاع يعني إنسان ليه برشة بسنين مش فيه قبروه في ساعة مش فيه قبروه في ساعة، فما مشكلة في اللثة قاعد ينظف كم الفوم الغبة متاعه مريض برشة وقاعد ديما يجرب الدم ويبدأ يتيح السنين واللي يتحركوا دونك يفيق في ساعة في ساعة يمشي هكا للطبيب باركوتر، فما بيتا قبل بيته هو ماهوش اللي هي بسنين دونك ينجم يفيقش يعني يفيق في استاد متأخر يلقى روحه خسر برشة سنين وقتها يفيق بروحه انه عنده السكر. علاش؟ لانه اول حاجه يعملها طبيب الاسنان انه لازم ينصح الانسان هذا باش ينظم السكر نتاعو، انه كي يعدل السكر نتاعو تتحل المشكله عنده، لانه الفم ياثر على السكري والسكري ياثر على الفم، معناها فما علاقه ترابطيه بينهم. يبدا السكر معدل ومنظم ويبدا الفم معناها نظيف ومعناها فيه حتى انفكسيون ليش كانسان طبيعي فما حتى مشكله. كي تبدا فما ديزيكيليبر، فما خلل ياما في السكري ماهوش معدل ياما الفم فمش اعتناء بصحه الفم، وقتها تصير مشكله. دولا في الاطار هذايا فما شكون سال مدام روضه قالت اللي هي عندها مرض السكري سنيها لوطانين بدات تحس فيهم كي اللي يدردعوا شوي. هل انه هنية معناها احنا حكينا على امراض اللثة، حكينا على شنو ينجم ياثر زيد على صحه السنين، حكينا قلنا اللي تنجم زيد السنين توصل للدردعه هنية، هل انه عندها ريسك كبير باش تفقد الاسنان نتاعها دكتور قتلك، والا اذا كان انا نعتني ويكون السكر نتاعي معدل ينجم ما عادش تدردع السنين ترجع للوضع نتاعها الطبيعيه؟ اي دونك لازم من المستحسن انها تبشر طبيب اسنان. الحاجه الثانيه بطبيعه كيبدا السكر نتاعها معدل فما نسبة كبيرة متاع انه نقضوها السن، وفما بطبيعة زادة الدرجة متاع الموبيليتي، معناها فما دي كلاسيفيكاسيون يعني نشوفوا معناها هل العظم الذاب كله وصايم على السنة ولا تتحرك في ليسونس كل وقتها صايم نستحفظوا عليه، وكان فما هكا شوية معناها موبيليتي صغيرة والعظم نعملوا نحن تصويرة بالأشعة نلقاو كونتيتي متاع العظم موجودة زين معناها في استاد مبكر، وقتها فهمتي نعملوا معناها لي تريتمون لوكو تاعنا وترجع معناها السن بعد تبيع مش في نهار. أيوة. لانه باش تصير سيكاتريزاسيون باش يعاود يبرى معناها الغب والعظم حبلوا ساعات اشهر ساعات سويفي تاع 3 اشهر. فوالا دونك نصيحتنا الاولى ليها اللي هي كونها ديريكتومون تمشي للطبيب الاسنان وتشوف الوضع نتاعها. تولي تتحرك برشا لين سي وقتها ما عادش نجم نعمل. فوالا نزول كثير من الدم من اللثه منها هي معناها ديجا تعاني من مرض السكري بصفه كبيره. هنا يا دكتور كيفاش ينجم ياثرها؟ لانه سنين كما قلنا احنا تنجم توصل للدردع وما تبداش في بلاصتها وتطيح السنه، والا ينجموا زيد كيف كيف يتفرقوا السنين على بعضهم في الاطار هذايا. اي بالطبيعه معنا السنين نجموا يتحركوا ومن بعد يركحوا في بوزيسيون جديد. برشا يقول لك مثلا ما كانش عندي فلجه ومن بعد عندي فلجه. البوزيسيون هذيك بوزيسيون جديد. فهمتني؟ معناها يتحركوا السنين ومن بعد عاودوا برا عليهم العظم دونك لقاو معناها بوزيسيون جديد. دونك ماذا بينا احنا من الاول كما قلنا يحس فما خاصه الدم الدم يجري في الغب معناها فما مشكله. فوالا اللي احنا ديجا تحدثنا عليه في حلقه كامله لموضوع اللثه والتهاب اللثه وسيلين الدم. عكس السنين اقل حاجه معناها سوسه يعملوا جيعه. الغب ماهوش معناها انيرفي برشا كيما السنين معناها دونك ما يعملش جيعه مي يعمل دم سينيومون. هذيك الاعراض الاعراض اذا كان فما دي سينيومون بيان سور. من مرض السكري كما قلنا امراض ضغط الدم كيفاش هنيا دكتور تنجموا تفيقوا بهم كيلك سوا مرض القلب والا ارتفاع ضغط الدم؟ شنو هي المؤشرات اللي تظهر لكم باش تقولوا الشخص هذاك ينجم يكون معناها عنده يعاني لا قدر الله من مرض القلب والا ارتفاع ضغط الدم؟ ضغط الدم ماهوش معناها ما ياثرش بصفه مباشره، ما فما الادويه اللي يتناولها ادويه ياخذوا فيها امراض ضغط الدم هي اللي تاثر على اللثه، تعمل معنا انتفاخ في اللثه بطريقه غير عاديه بارابور انسان عادي. فما كيف كيف فما نوع من الادويه ياخذوهم مثلا الامراض النفسيه كيف كيف معناها تخلي معناها اللثه تتورم فيسا بدرجه معناها كبيره، دونك لهنا لازم يعتني معناها
سني اكثر حتى من الناس العاديه. بعض الادويه دكتور اللي تنجم تاثر على جماليه الاسنان من ناحيه اللون نتاعها كما قلنا احنا، معناها تنجم تتناول ادويه اللي هي تاثر لك على هنا، كيفاش يكون التعامل؟ هل انه ينجم يتم تغيير الدواء بنفس التركيبه وما ياثرش على السنين، والا كيفاش يكون هنا التعامل مع الاشخاص هذوما دكتور؟ بالنسبه للون الاسنان مش ساهل، مش يتبدل في النهار. فما نوعيه نتاع ادويه قلنا المراه تبدا حامل. لا مش نجيوه ديجا موضوع المراه الحامل دكتور، نسميها دي تيتراسيكلين، ما تاخذهم في فتره الحمل، وقتها الجنين تجي عنده تشوه في الاسنان نتاعو، اللون ما تبدا معناها فمك الزروقيه في السنين. وفما اللي ممكن تشكح له دكتور هذيك زاده من بين الادويه اللي تتناولهم الام والا لا؟ لا لا معروفه هكا دوب ما يشوفها الطبيب يعرف اللي هي خذت ادويه معينه. داير ولي ترار ما عادش برشا. لا على خاطر وليت الانسان ممكن واعي والمراه واعيه زاده كيف كيف ما تتناولش الادويه. سي با فاسيل، معناها مش سهل انه السنه لابس عليها باش تلون. التلون يصير على اعوام شوي بشوي حسب الماكله اللي ياكلها، حسب مثلا القهاوي يشرب قهوي، التدخين بالطبيعه مش سهل، والعمر زاد فهمتني انه عادي ما تقدم في السن انه السنين مش تبدا تصفار هكا بشوي بشوي. فوالا هي مريضة سكري قالت لك دكتور على انه انا نجم نعمل اباري والا لا؟ اذا كان قالت لك كما قلنا احنا اللي هي تعمل لك التفرقات في السنين، هنا باش تعمل اباري شنو البروسيدور؟ لازم السكر نتاعها يكون راكح، حتى انتم الانترفونسيون نتاعكم حتى كان باش تكون شيرجيكال شنو باش تكون بالضبط؟ لازم تركح السكر نتاعها وبعد ديريكتومون تركح السنين، شنو يصير البروسيدور اللي يصير اكزاكتومون؟ من المستحسن حسب بالطبيعه الفم نتاع خاصة الموبيليتي، تبدا السنين تتحرك برشا ما ينجمش تعمل لاباري داكورد، دونك لازم السنين يكونوا ثابتين في المكان نتاعهم، لأنه من بعد باش يتم تحريكهم معناها بشوي بشوي لاباري، دونك أول حاجة أنه يكونوا في بلاصتهم ماهمش يتحركوا. فوالا اكيد احنا مازلنا واصلين المشوار مع سيدة مستمعينا على 93 في موضوعنا لليوم الامراض المؤثره على صحه الاسنان نتاعكم. حاضر معنا دكتور وجدي غنام طبيب اسنان عام، خليكم برونشي على 93 مع طبيب الاسنان. مع طبيب الاسنان كل الاسئله والاستفسارات حول طب الاسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياه الفم. بيان سور تلقاو المعلومات كل ما يهم صحة الأسنان والفم تاعكم على راديو الحياة فم. جو غوتغو معكم في موضوعنا لليوم، حكينا لكم على الأمراض المؤثرة على صحة الأسنان، وخاصة في اللونسمون كنت قلت لكم اللي باش نحكيو على جمالية الأسنان نتاعنا. كنا قبيلة بشوية مع دكتور وجدي غنام حكينا على الأمراض اللي تنجم تأثر على صحة الأسنان نتاعنا، لي بروتوكول اللي نجمو زادة كيف كيف نتعاملوا بهم باش نحافظوا على صحة الأسنان نتاعنا. تو في الأخر نختموا لكم كيما العادة ببعض النصائح. أما دكتور هونيا كي نحكيو على جمالية الاسنان، شنو نقصد بجماليه الاسنان بالضبط؟ الناس تقولك معناها كل سنايا بيان اليني مستويين، سنايا صغار، سنايا بيض، شنو نقصد بها جماليه الاسنان وشنو مال الكريتير نتاع جماليه الاسنان؟ من الاستيتيك ولا الجمال كلمه فاك برشا كبيره برشا ومتنوعه، لانه معناها لانه الجمال قاعد يتطور. معناها قبل مثلا كانت اسنان طبيعيه، يوسف يقول اسنان طبيعيه اون بون سونتي جميل، دونك اليوم العكس، اليوم ولات لازم تكون سنين منظمه، لازم تكون سنين لون بيضه، قد ما تكون بيضه قد وتلمع قد ما تكون معناها ازين. دونك دخلنا اليوم في صناعه الضحك معناها مع الهوليود سمايل، مع الافلام، مع الببليسيتي، مع كذا، دونك الناس فما موجه كامله نتاع معناها صناعه الضحك. داير توا معناها فما دي لوجيسيال نعملوا بهم نسميهم ديجيتال سمايل ديزاين. على قد الفم، على قد الفم نتاع الضحكه، معناها من الاول تاخذ له معناها تصويره للفم والابتسامه، وفي وسط اللوجيسيال معناها يتم هكا تعديل واختيار لون الاسنان وشكلهم من قبل ما نوصلوا معناها لمرحله الصناعه والتركيب نتاعهم. الانسان نجم يشوف روحه كيفاش تتفاهم معناها انت المريض، هل مقتنع بالشكل هذا؟ صافا نبداو نخدمو من بعد بطبيعه في الصناعه نتاعهم يعني الاسنان هذوكم مش تكون لازم تكون مطابقه للشكل اللي تفهمتوا فيه.
لا هنا يا دكتور ممكن نقبل اللي كان معمول به اون سكي كونسيرن ديزاينر سمايل. الناس الكل كانت عندها تحب الهوليود سمايل اللي سنين كلها اليني في نفس الفورم، دونك نلاحظوا لي اكثر لي ستار وكل ديما عندهم نفس الفورم نتاع سنين. توا بيان سور تبدلت، نجموا حتى نشوفوا فما سنين هابطه هكا شويه على بعضها، ماهيش المستويه، ماهمش الكل عندهم نفس الحاجه. هنا كيفاش تقنعوا انتم الباسيون سورتو اللي يكون عنده فكره هو سنين لازمها تكون مستويه، لازمها تكون تعطيه التصويره نتاعو كيفاش باش تكون سنيه بعد وقتها يقتنع، وسهل باش تقنع الباسيون نتاعك والا صعيب. هو معناها كي يجيك بفكره الباسيون، كي يجيك بفكره راهو صعيب باش تنحيها له، يعني يبدا مقتنع يحب السنين ابيض. انا نحب السنين ابيض، يحب السنين ابيض، دونك هو معناها شخصيته تلوج على الحاجه هذيك بالذات، يعني وشافها في فيلم مره واثنين ثلاثه، وشافها في التلفزة، المخرجين الممثلين كذا، دونك هو اللي يحب يعمل. تبقى احنا معناها كوم دي باتيسيان ننصحوا معناها المريض، هو المحدد، هو في الاخر هو اللي قرر، هو مش يختار، لانه هو يعرف معناها الحاجه تصلح فيه. دونك نحن ننصحوا نقولوا له مثلا انه توا ما عادش كما معناها الهوليود سمايل، معناها تجاوزناه. قبل كانت لازم الشكل لون الساعه يكون ابيض يعني ارتيفيسيال يظهر ديجا الشكل هكا مربع ويكون انيمي مستويين خارج خط اللي هي ماهيش هذيك الطبيعه نتاع السنين. لون الاسنان الطبيعي ماهوش هذيك. توا العباد قاعده ترجع نحو حاجه طبيعيه، حاجه ديسكريت، ماهوش ظاهر برشا. اي نحبش يبدا ظاهر في الفم واللي هو مركب دي فاسيت، وخاصة العباد الكبر مثلا في العمر ما يحبش يكون، يحب تظهر حاجه ناتوريل. معناها ما فماش هو خير من الطبيعي، ممكن حتى حاجه ارتيفيسيل تظهر يفيق بك الشخص، هما الغايه نتاعهم اللي كانوا ديما تقعد. حتى تطور لي ماتريو، ما كانش عندنا دي ماتريو حاجه تشبه لون السنين، يعني ديما تظهر ارتيفيسيل. اليوم تو معناها خاصة مع نحكيو على السيراميك. السيراميك عمل ايفولوسيون كبيره معناها في دومين طب الاسنان، وتنوع السيراميك قادرين اليوم نصنعوا حاجه تشبه لون السنين. معناها البروتيزيست اللي هو معناها اللي يصنع السنين كابابل اليوم انه يقلد معناها السنه، خاصه معناها تبدا السنه اماميه ويخرجها نفس اللون ونفس الفورم ونفس الكاليتي نتاع السنه الطبيعي. فوالا، وحنا تو ديجا معناها الناس كل قاعده تلاحظ في الاشياء هذيا، وبخاتيك حتى ميم المؤثرين على الانستغرام ولاو يستعملوا في التقنيات هذوما، ديجا يقنوا اكثر من حتى من الممثلين ويوصلوا المعلومه في الاطار هذيا. دكتور جماليه الاسنان، هل انه الناس الكل قادره تعمل الشيء هذا؟ ما نحكيوش على الكو بيان سور، احنا وكل نحكيو هل انه الناس الكل، خلينا نربطوها دكتور بالامراض، كما قلنا مثلا مرض السكري، هل انه ينجم يعمل لي فاسيت، ينجم يعمل الديزاينر سمايل هذيا كيما حكينا على لاباغي، قلنا من غير العمل يكونوا يعمل لاباغي اذا كان سنيه مازالت تدردع. هنايا كيفاش تكون المعامله مع مريض السكري؟ خلينا نقول احنا ناخذوهم حاله بحاله، يعني مش نفس الكل فرد استاد، معناها ينجم يكونوا سنين سافا لاباس عليهم، جوست عندنا مشكله في اللون. فوالا، معناها السنين مستويين في بلاصتهم، فماش موبيليتي، مش يتحركوا، عندهم مشكله في اللون. وقتها مثلا نجموا نحكيوا على فاسيت، على فاسيت قشره هكا صغيره برشا قشور معناها خزفيه، مش تتغلف السنه وتغطينا اللون. كي يبدا عنده مشكله مثلا السنين بداوا يبعدوا على بعضهم، بداوا يتحركوا، بداوا يتاكلوا، اوكي وقتها حدا لي فاسيت ما نجموش مثلا احنا نخدموها تخدموها. وقتها نحكيو على كورون، على انه نغرفوها بكل السنه بكل ونقويوها باش ما عادش تتحرك. دونك هنا تتعامل تختلف طريقه التعامل والبروسيدور اللي تقوموا بها، كسوا فاسيت والا كورون، على حسب طبيعه السنه الاصليه كيفاش. ساعات يجينا شكون يبدا يحب مثلا يعمل فاسيت، يبدا عنده لي مويان باش يعمل فاسيت، مي فما مش بتاع فاسيت. دونك احنا من الاول لازم نوجهوه، مش معناها هو يحب معناها دي فاسيت راه ولا مثلا انت فمكم تاع ديكورون تعمل معناها ريكوفرمون توتال. هنا يا دكتور الكورون ينجم، خاطر نلاحظوا احنا فما شكون مرضى سكري اللي تيح السنين نتاعهم كاريمون، هنا زرع يقوموا به والا ينجموا الكورون؟ عندكم طريقه تخدموا بها الكورون باش تعملوا الكورون؟ توا اصبح ممكن انه معناها حتى المريض السكري يعمل زراعه، فماش حتى مشكل. تبقى في الفوليوم اوسو، معناها يبدا عندنا سوفيزامون تاع العظم، باش نحطوا لامبلون، مش حتى مشكل، نجم يعمل لامبلون.
ومن بعد بالطبيعه لازم نرجو كالعاده انه يتلهي اعتناء بصحه الاسنان نتاعو باش باش يصير اقل التهاب باش يصير تو تو تور بلا بلون ما ندير بلا بلون بيسا فيسا ما نمشي نعمل ايفولوسيون رابيد يذوب العظام فيسا دونك هذيك المهمه من بعد السويفي لا فاز دو مانتونونس بي. معلومات الحقيقة مهمة جدا دكتور. احنا حكينا على بعض الأمراض لكن فما شكون هم هو مش مرض ما هاك نسي يعتبرها معناها حالة معناها معزولة وقت اللي تكون المرأة حامل تقولك لأنه أنا قادرة نمشي لطبيب أسنان ساعة لي وإلا لي نجم يعمل لي الانترفونسيون. وقتاش الحالة اللي المرأة الحامل ما لازمهاش تمشي فيها لطبيب الأسنان؟ خل نحاولوا نعطيهم بعض النصائح في طرحنا الأمراض اللي تنجم تأثر واللي يقولك هو جينيرالمون اللي سنين المرأة حامل تتمس برشا خاصة في فترة الحمل متاعها دكتور. اي معنى غالبية النساء تصير لهم مشاكل في اثناء فترة الحمل لانه يعني نعرف نحن ان المرأة الحامل تضعف خاصة في اوقات معينة تضعف المناعة متاعها هذيك حاجة اولى. دونك كان عندها معناها كاري معناها سوسة ولا عندها التهاب صغير وقت فترة الحمل تضعف المناعة مش يكبر ويظهر ويعمل معناها اوجاع ويعملها مشكلة. دونك انا ننصح معناها اي مرأة في الاشهر الاوائل معناها فتره الحمل انها تمشي ما تطولش تمشي طبيب السنين تعتني بالاسنان نتاعها وكما تعمل معناها سويفي عند معناها الجينيكولوج نتاعها تعمل سويفي عند طبيب السنين لانه تنجم التغذيه نتاعها مش تبدل في فتره الحمل الميتابوليزم نتاع البدن معناها مش يحرق مش يتبدل فما مونك معناها مثلا دو كالسيوم مونك دو فوسفور هذه الكل دونك لازم نحنا سويفي باش من بعد على الاقل تقعد سنين هي نفسها ما تبدلش. فما برشا في معناها 9 شهور تصير لهم معناها برشا تسوس والمرأة تولي ما عادش تتلهي برشا تسنيها تاكل معناها انديجي ومع المناعه كما قلنا اللي تضعف معناها تخرج معناها خاسره زوز 3 سنين. فوالا يقول لك هو شكل غرسيس بسنه. اي كان كل غرسيس بسنه عادها سبحان فوالا. دونك هنا يا دكتور معناها تنجم تمس خاصه نحكيو على الزروس في اطار معناها وقت اللي تبدا المراه حامل مع السوسه نحكي والا تنجم حتى تفقد حدا من بعض من الاسنان الاخرين يا دكتور. كيف باش ما نهملوش والا باش اصلا حتى معناها نشجعوا النساء الحوامل باش تمشي تقوم بالتشيك اب نتاعها حتى في الفتره الاولى نتاع الحمل. قلت لك ماذا بينا كيما تقاسم وبك حتى كان فما سوسه صغيره نداويوها وقتها لانه كما قلنا فتره الحمل تاكلوا ماكله معناها تقعد غادي في الفم مع المناعه تضعف نجم تكبر فيسا فيسا السوسه. بالطبيعه تنجم مش تستنى من بعد تنجم في فتره اثناء الحمل ولا في الاشهر الاخيره تعمل لها مشكله كبيره وبرشا وجاه. علاش وقتها حتى الانترفونسيون تولي صعيبه. معناها هي تبدا متقلقه تحرك بالسيف مش جينا من احنا فما دويات ما نجموش نكتبوهم فهمتني لانه هي حامل. معناها الانترفونسيون ما نجموش نطوروا برشا خاصه الدروس تقل ولازم الجراحه ماذا بينا نخليوها احنا من بعد الولاده. دونك تصعب علينا حتى نحن المشكل ماذا بينا نرجو انه من الاول كل شيء يكون معنا نظم بروجرامي نمشي انا نعتني بالاسنان نتاعي نحضر معناها الحبال نتاعي يكون كل شيء معناها منظم. فوالا في اطار اللي انتم تعملوا لي فاسيت ونحكيوا على جماليه الاسنان دكتور هل انه المراه الحامل تنجم تعمل لي فاسيت فما نعرفوا كيما نعرفوا احنا اللي مش تكون الغاديو اي حاجه ما تنجمش تعملهم بيان سور المراه الحامل. دونك هنا يا دكتور معمول تنجموا تعملوا الفاسيت في الاطار هذايا والا تخيلوا كونكم تتعدى فتره الحمل نتاعها بسلامات وبعد تقوم باللي فاسيت نتاعها. فمش مشكله معناها بون لي فاسيت نجم تعملو في اي وقت مي كان فما معناها كما قلت نستحقو مثلا دي راديو فما دي تريتمون على العروق مثلا باش نقطو العروق باش نعملو في خدمه برشا خدمه تشد وقت ماذا بينا تكون هي في حاله جيده في صحه جيده دونك نبعدو على فتره الحبال. مثلا نوليو نتعداو الفترة هذي. بعض النصائح دكتور كيما العادة اللي نجمو نختمو بها في موضوعنا هذا كلكو سوا الأمراض المؤثرة وقلنا احنا على التأثير على صحة الأسنان بيان سور نتاعنا وإلا كيف الجمالية نتاع الأسنان نتاعنا شنو هو ننصحو السادة مستمعين يسمع فينا على 93 دكتور واجد. الاعتناء الطبيعي هو نرجو الإنسان يغسل سنيه كالعادة التغذية معناها تكون متوازنة وبيان سور معناها عنده
معناها دو بريفيرونس ديما يزور طبيب الاسنان باش كان فما مشكله ما يخليهاش من تكبر المشكله. سوسه صغيره من الاول نجم نداويوها خير من تكبر وتعمل لنا مشكله كبيره حتى التكاليف تولي اكثر. تولي اكثر. مشكور جدا دكتور وجدي غنيم طبيب اسنان عام على المعلومات في موضوعنا لليوم. كنا حكينا لكم في بدايه الامر على الامراض المؤثره على صحه الاسنان نتاعكم وانتقلنا الى جماليه الاسنان وتعريف جماليه الاسنان شنو هي اكزاكتومون كيف كيف الامراض اللي تنجم تاثر في جماليه الاسنان نتاعنا وحديثنا زاد كيف كيف على المرأة الحامل وكيفية التعامل مع صحة الأسنان نتاعهم. إن شاء الله كونوا فدناكم سيدة مستمعين كل اللي تسمعوا فينا على 93 نجموا تلقاو الانتيغاليتي نتاع الانترفيو هذا على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فام. سينو ان غران ميرسي لنوفل الشرطاني في الإخراج تقني الحصة سيف بولعريس اللي كان أمن لكم الديجيتال ومالي منصوري كوتي ميكرو تقولكم شوية آخر ملتقاكم مع حايم المجبلي في سونتي 5.0 خليكم برانشي على 93 مع طبيب الأسنان. مع طبيب الأسنان كل الأسئلة والاستفسارات حول طب الأسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة فم.